أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الدرس الثالث من الوحدة السابعة من كورس الإنجليزي للمبتدئين، يعني معانا Lesson 3 from Unit 7. يعني دلوقتي في Unit 7، ده الوحدة السابعة وبناخد فيها Lesson 3. Lesson 3 يبقى كده الدرس الثالث من الوحدة السابعة. عايز أفكركم إن كورس الإنجليزي للمبتدئين يعني كل وحدة بناخد فيها 3 دروس، كل وحدة بناخد فيها 3 دروس. إحنا وصلنا للوحدة السابعة والدرس التالت منها، يعني بقى لنا 21 درس ومكملين إن شاء الله لغاية ما نطلع لمستوى الكورس المتميز. بعد ما نخلص كورس الإنجليزي المبتدئين هنخش في الكورس المتميز. خلينا ناخد الحلقة بتاعت النهاردة اللي هو الدرس التالت من الوحدة السابعة، يلا بينا. هنبدأ مع بعض بالحروف المتحركة، وإحنا بنتكلم على حرف الإيه، وقلنا حرف الإيه ممكن تنطق آ وممكن تنطق اي لما يكون وراه اي او واي. النهارده برضو طريقه نطق زي الحلقه اللي فاتت، لما يجي حرف الاي وبعدين يجي حرف تاني وبعد كده حرف اي، يعني حرف الاي ورا وراه اي، يعني ايه مش وراه اي مباشره، لا وراه حرف ساكن وبعدين حرف الاي. بتنطق ازاي؟ نشوفها مع بعض كده. مثلا كلمة زي ديت اسمها القاعدة، يعني قاعدة اسمها ايه بالانجلش؟ ما اسمهاش باسي، غلط. الايه اللي ورا وراها ايه؟ الايه تتشطب، قلنا تملي الايه اللي في اخر الكلمة بتتشطب كأنها مش موجودة. بس الايه ديت ما تبقاش ما تتقال ما تتقالش باس، لا تتقال بيس. بيس بيس يعني الايه اللي ورا وراها ايه تتنطق برضو ايه ايه، فالكلمة اسمها بيس مش باس كده، لا بيس بيس. طب الكلمة اللي بعدها برضو نشيل الاي، الاي سايلنت ما بتتنطقش. والكلمة مش باك، غلط طبعا، بنقولها بيك بيك. يبقى الايه اللي ورا وراها ايه، الاي اللي ورا ورا حرف الاي دي ترجع لي الايه، تخليها ايه زي نطقها في الاي بي سي، يبقى نخليها ايه، يبقى كلمة اسمها بيك. بيك يعني يخبز، جاي منها بيكر، لو حطيت ار في الاخر تبقى خباز. بيك بيك يخبز. الكلمة دي اسمها كيج كيج، وبالمناسبة الجي اللي وراها اي دايما كأن قبلها حرف دي، خدناها قبل كده ان جي اي او اي جي اي بتقري كأنها ايج ايج، فالكلمة دي اسمها كيج كيج يعني قفص، كيج يعني قفص. طيب الكلمة الأخيرة في العمود دوت اسمها كيم، برضو مش هقولها كامي لأن الإيه مش منطوقة، ومش هقولها كام لأن الإيه ورا وراها إيه تتنطق إيه، تبقى الكلمة كيم. بص لو أنا ما نطقتش الإيه الأخيرة هقولها كي، شايفين الإيه بتتنطق إزاي؟ كيم كده. كيم يعني أتى، كيم يعني أتى، أتى ده فعل ماضي اسمه كيم يعني أتى. نقرأ مع بعض العمود كله، هقرأ وتقرأ ورايا. بيس بيك كيج كيم، ممكن مرة تانية. بيس بيك كيج كيم. نشوف مع بعض العمود التاني. الكلمة دي اسمها ديت، ديت يعني تاريخ، يعني بقول لك الديت بتاع النهاردة ايه، ديت ديت يعني تاريخ، كمان ديت يعني بلحة، يعني لما احط لها حرف اس تبقى ديتس يعني بلح، البلح اللي احنا بناكله الفاكهة يبقى اسمها ديتس. اوكي فديت بس يعني تاريخ او يعني بلح. طيب الكلمة اللي تحت اسمها فيم، اه ملاحظ ناس ابتدت تتعلم، محدش بيقول لي فامي، لا اسمها فيم. فيم يعني شهرة، وفي كلمة عارفينها اسمها فيمس يعني مشهور، يبقى فيم يعني شهرة. جيت بوابة، جيت بوابة. في معجون أسنان اسمه كول جيت، كول جيت اختصار للكوليدج جيت، كوليدج جيت يعني بوابة الجامعة، يعني انت لو داخل على الجامعة لازم تعمل سنانك، فجيت جيت يعني بوابة. بوابة يعني ايه؟ باب كبير، باب مصنع، باب مدرسة، باب جامعة، باب بس باب كبير، فبنسميه البوابة، بوابة بتاعة المصنع بتاعة المدرسة بتاعة الجامعة. جيت جيت الكلمة دي كلنا عارفينها وبنلعبها، اسمها جيم، احنا لما نحط لها اس للجامعة تبقى اسمها جيمز يعني ألعاب، فجيم بس يعني لعبة، جيم يعني لعبة. نقول عمود ده مع بعض كده مرتين ولا حاجة.
انا هقوله تقول ورايا: date fame gate game again again يعني مرة تانية: date fame gate game مرة أخيرة. طيب: date fame gate game. Thank you. طيب نقرأ مع بعض العمود الثالث، نشوف الأول. hate hate يعني يكره. hate دي مش معناها هاتي، ما حدش يقولها هاتي كده عشان ما حدش يديك حاجة، يبقى أقولها hate. هي اسمها الإيد أخيرة سايلنت، والإيه اللي ورا وراها إيه بتنتي إيه، فالكلمة اسمها hate. hate hate يعني يكره، عكس love. طب late زيها كده نفس النطق بس late أولها ال، late يعني متأخر، متأخر، حد جاي متأخر late. طب في كلمة تانية اسمها lake، lake يعني بحيرة، lake بحيرة. طب كلمة male، male يعني مذكر، وفي كلمة female يعني مؤنث، فmale وfemale يعني مذكر ومؤنث، فالكلمة اسمها male. male اقرا العمود التالت كده وتقرا ورايا: hate late lake male مرة تانية: hate late lake male مرة أخيرة: hate late lake male. كده نكون عرفنا حرف الايه اللي وراه حرف ساكن وبعدين حرف الايه، فالايه بتنطق ايه والايه الاخيره بتبقى سايلنت. كده احنا بناخد حروف متحركه، بقى لنا كده 3 حلقات ماسكين حرف الايه بس، حرف الايه بس، وبناخد كلمات على طريقه نطقه. اتمنى ان احنا نكون بنقرا كويس. اقروا ورايا، طلعوا الكلمات دي واقعدوا احفظوا فيها، احفظوا فيها، وانتوا بتحفظوا احفظوا القاعده بتاعتها: الايه اللي وراها اي، الايه اللي ورا وراها اي، الايه اللي ما فيش وراها حاجه. يبقى حرف الايه لما بيجي وراها حاجات بيختلف شويه. خدنا قبل كده الايه بس من غير حروف متحركه تاني، كان اسمه مان مثلا، فات، كات، لكن خدنا الايه اللي وراها اي، خدنا زي كلمه هير او فير او فيل. النهارده بناخد الايه اللي ورا وراها ايه، زي كلمه بيس، بيك، ديت، هيت، فيم، ليت، كل الكلمات اللي قدامنا كده. لو رجعنا 3 حلقات وكتبنا الكلمات دي، يا ريت نكتبها في ورق كده ونكتب ونحطها جنب بعض، هنلاقي نفسنا بنفرق ما بين الايه لوحدها، الايه اللي وراها اي او واي، الايه اللي ورا وراها ايه. هنشوف نطقهم ازاي. اوكي، طبعا مع بعض نشوف بارت تاني في الحلقه بتاعتنا، جزء تاني من الحلقه بتاعتنا. النهارده في سؤال شهير معانا اسمه: what time is it now؟ what time what time لما الحرف بيتكرر بيتنطق مرة واحدة، فالكلمة دي اسمها what time، بس مش بقولها what time، مش بقولها كده، مش بقول what time، بقولها كأنها تي مرة واحدة: what time what time what time is it now؟ الساعة كام دلوقتي؟ بتقولي كده: what time is it now؟ الساعة كام دلوقتي؟ what time is it now؟ what time is it now؟ what time is it now؟ It's 7 o'clock. It's يعني إنها، بقول معناها هي تكون، بس إحنا بنقولها إنها 7 o'clock يعني تماما. o'clock ديت بنقول عليها apostrophe دي، بعد كده كلمة clock. clock بالمناسبة يعني ساعة، لكن o'clock على بعضها معناها بالظبط تماما. It's 7 o'clock، الساعة 7 تماما. What time is it now؟ It's 7 o'clock. سؤال مشهور جدا طبعا، بسأل على الساعة، طبيعي يبقى سؤال مشهور: What time is it now? It's 7 o'clock. طيب شوف مع بعض كده، لو انا خدت جمل على ال what time ديت، فقلت كده: What time is it now? It's 5 o'clock. 5 o'clock اللي هي الساعة 5، وبيحطوا صفرين يعني الساعة 5 تماما. It's 5 o'clock، انها الخامسة تماما. طب السؤال التاني: What time is it now? What time is it now? It's 5:10. يعني ايه 5:10؟ بقول 5 وراها 10، الساعة 5:10. أقولها، أقرأ الرقمين في سكتة ما بينهم صغيرة جدا: 5:10. It's 5:10، الساعة 5:10. يعني هما ما بيحطوش و بيقولوها 5:10، الساعة 5:10 دقائق. طب السؤال التالت: What time is it now؟
It's 7:30. It's 7:30. 7:30 يعني الساعة 7:30، 37 دقيقة. 7:30. It's 7:30. طيب what time is it now? It's 3:50. 3:50 الساعة 53 دقيقة، اللي هي 4:10 زي ما احنا بنقولها. طيب what time is it now? It's 8:40. 8:40 يعني 9:45، 48 دقيقة. It's 8:40 يبقى 9:45. نقولهم بسرعة. What time is it now? It's 5 o'clock. What time is it now? It's 5:10. What time is it now? It's 7:30. What time is it now? It's 3:50. What time is it now? It's 8:40. تالي سهلة، فش يعني حاجة مش عارفينها وكله بنعرف نقراها. يبقى كده خدنا سؤال شهير وعليه شوية جمل. أتمنى إن احنا نكون بنعرف نقراه وعدينا الحتة دي. يلا نشوف البارت اللي بعد كده، الجزء اللي بعد كده معانا. هناخد النهاردة فعل جديد. أفكركم خدنا 3 أفعال، خدنا فعل الكينونة. الكينونة، فقلنا فعل الكينونة بيتعمل إزاي؟ فعل الكينونة بيتقال إحنا بناخد أفعال في زمن المضارع، لسه معرفناش يعني إيه مضارع، بس خليكم معانا. بناخد الأفعال، خدنا فعل الكينونة، خدنا دي 3 أشكال: am و is و are، وعرفنا مع الضمائر بيتقالوا إزاي. خدنا بعد كده فعل الامتلاك، وخدنا ليه شكلين: have وهاز، بمعنى يمتلك، وخدنا ليه شكلين وعرفنا مع الضمائر ازاي. طيب خدنا بعد كده فعل اسمه كان، فعل الاستطاعة اللي هي انا استطيع انت تستطيع، ده فعل الاستطاعة اسمه كان، وده ملوش غير شكل واحد، اسمه كان بس، كان ما دام في المضارع ملوش غير شكل واحد في المضارع اللي هو كان بس. النهارده بقى هناخد اي افعال عادية، فهناخد نموذج لفعلين. فاي افعال عادية اللي انا بكتبه دوت اللي هنقوله النهارده يمشي على اي فعل عادي. نشوف فعل يلعب وفعل يأكل. فاحنا معانا جزئين: فعل اسمه يلعب اللي هو play play، وفعل اسمه يأكل اللي هو eat eat. بس أي فعل في الدنيا، أي فعل في الدنيا بخلاف الـ3 أفعال اللي احنا قلناهم اللي هما فعل الكينونة وفعل الامتلاك وفعل الاستطاعة، وفي فعل كمان الفعل نفسه اللي هو do لسه ما خدناهوش، لكن أي فعل تاني بقى هيمشي عليه القاعدة اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. بصوا، في 4 ضمائر مهمين جدا بيتحطوا مع بعض: I أنا، you أنت، we نحن، they هم أو هن. الـ4 ضمائر دولت ياخدوا الفعل زي ما هو play، الكلمة زي ما هي play. يبقى أقول I play يعني أنا ألعب، you play يعني أنت تلعب، we play يعني نحن نلعب، they play هم يلعبون. طب في 3 ضمائر اسمهم المفرد الغائب اللي هما هي وشي وات. هي يعني هو، شي يعني هي، ات اي حاجة غير عاقل بتكلم عنها بقول عليها ات، اللي هي بيسميها بالعربي هو او هي الغير العاقل. بمعنى لو في العربي انا سميتها هو ماشي ات، سميتها هي ات، المهم ما دام غير عاقل يبقى اقول كلمة ايه؟ ات. هي شي ات. الـ3 ضمائر دول ياخدوا الفعل نفس الكلمة بس اضيف لها اس، يبقى اي يو او وي او ذي بلاي، هي او شي او ات بلايز، he she it plays. اوكي، يبقى اي فعل خلاص عرفنا الـ4 ضمائر دول بياخدوا الفعل العادي، والـ3 دول بياخدوا الفعل مع اس. في حد بيسالني كده، ايوه، في سؤال وجيه جدا 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 جاي لي هنا بيقول لي ايه يعني احنا كنا متعودين ان في الجمع الكلمه في الجمع تبقى نضيف لها حرف اس. ده الكلام ده في الاسماء مش في الافعال. تاني، لو انا عندي كلمه بوك، بوك يعني كتاب، بوكس تبقى كتب. كلمة بين، بين يعني قلم، بينز يعني أقلام. كلمة تيبل ترابيزة، تيبلز ترابيزات. لو قلت جلاس كوباية، جلاسز كوبايات. لو قلت مثلا ماوس فار، ماوسز فيران. كات قطة، كاتس قطط. يبقى قلنا في الجمع بضيف حرف اس للكلمة يبقى جمع. طب دوت في الاسم لما تكون الكلمة اسم، لكن لما تكون الكلمة فعل العكس. لما يكون الفعل قبله ضمائر المفرد، بس خدوا بالكم من الكلمه دي، الغائب اللي هي هي وشي وات، هي دي اللي بتاخد اس مع الفعل. ايه ده؟ عكس الاسم بالظبط. الاسم الجمع ياخد اس، المفرد ما ياخدش. الفعل الجمع اللي هما يو وذي وي ذي
ما بتاخدش اس، المفرد ياخد اس، يبقى عكس الاسم، الفعل مع المفرد ياخد اس. طب هتقولي اي، لا اي محشوره مع بتوع الجامعه، مع يو ووي وذي، مع انتم ونحن وهم، فيها اي للتعظيم يعني، فاي محشوره مع بتوع الجامعه، اي ودولت بياخدوا بلاي من غير اس، لكن ضمائر المفرد الغائب هي شي ات تاخد الفعل ومع اس. يبقى اي فعل في الدنيا هديهولك مع الضمائر دي اكتبه زي ما هو، مع الضمائر التانية حط فيه اس، تبقى خلصت القصة. واحنا بنتكلم في المضارع، ما زلنا بنتكلم في، لا دخلنا في ازمنة ماضي ولا ماضي تام ولا كده. ففي المضارع اللي انا بقوله ده. طيب نشوف مثال تاني، فعل ايت، ياكل. ايت يعني ايه؟ ياكل. يبقى بلاي يعني يلعب. بالمناسبة بلاي معناها ليها معنيين، يلعب او يعزف. يلعب او لما اقول لك بلاي معناها ايه؟ تقول لي يلعب او يعزف. طب ايت معناها ياكل. الفعل التاني احنا قلنا ناخد فعل يلعب وفعل ياكل. ايت يعني ياكل، ايت يعني ياكل. فلما اقول اي او يو او وي او ذي، انا انت او انتم، نحن هم او هن، تاخد ايت الفعل من غير اس، دول الجمع بياخدوا الفعل من غير اس. طب هي او شي او ات ياخد الفعل في اس، ايتس. خلاص احفظها. اي فعل هديهولك مثلا، هقول لك مثلا فعل فيزيت، يبقى فيزيت وفيزيتس، يزور يعني. هديك فعل تاني مثلا فعل ايه؟ يجري، ران، يبقى ران ورانز. يعني اي فعل تكتبه زي ما هو مع الضمائر اي يو وي زي، تضيف له اس مع الضمائر هي شي ات. اوكي، قاعده احفظها. يبقى اي يو وي زي ايت، هي شي ات ايتس. بكده نكون عرفنا اي افعال تانية. احنا خدنا افعال خاصه في الاول، فعل الكينونه، فعل الامتلاك، فعل الاستطاعه، لكن دلوقتي بناخد نماذج لأي أفعال وقلنا القاعدة بتاعته. نشوف أمثلة جمل كده. بصوا معايا، هناخد فعل يأكل، eat، eat يأكل. I eat pasta، I eat pasta يعني أنا آكل مكرونة. أنا الفعل لما جيت أجيبه ما خدش اس، لأن قلنا في ضماير I وهي، I ويو وي وذي ما بياخدوش اس، ف I eat pasta أنا باكل مكرونة. I eat pasta. على فكرة أنا آكل مكرونة مش دلوقتي، احنا كنا خدنا قبل كده، الآن بحط I N G بقول eating، لكن هنا مفيش eating، يعني أنا باكل مكرونة. I eat pasta. طب لو حطينا أحمد eats beans، أحمد بياكل فول، أحمد eats beans. ليه حطيت S؟ أصل أحمد متوضحة في الجملة اللي تحتها، أحمد لو شلته أتكلم عنه ده، يعني أول جملة ذكرت أحمد، اجي اتكلم عنه مره تانية اقول ايه؟ هو. يعني ما ينفعش اقول ايه احمد وبحكي لك عن واحد اسمه احمد وبعد كده اقول لك هي، او بعد كده اقول لك ايه احمد كان معانا امبارح، هم، وبعد كده اقول هم. ما ينفعش. احمد لو شلت الاسم هحط مكانه ضمير اسمه ايه؟ هي. وانا عارف ان هي بتاخد ايتس، يعني بتاخد هي من الضمائر اللي بتاخد الاس مع الفعل. هي ايتس بينز، هو بياكل فول. احمد هي ايتس بينز. خلاص يبقى لو انا قلت احمد في بالي جوه مخي كده احمد يعني ايه؟ يعني هي، وهي بتاخد اس، يبقى هي ايتس بينز، او ممكن اقول احمد ايتس بينز. طب نشوف واحده تانية، سهى. سهى بنت، لو شلت اسم سهى هحط مكانه ايه؟ شي. برافو، يبقى سهى مكانها شي. فلما اقول سهى في بالي انها شي ايتس تشيز، سهى بتاكل جبنه. سهى ايتس تشيز، سهى ايتس تشيز. اجين، سهى eats cheese. طب اتكلم عنها كأنها ضمير بقى، she eats cheese، she eats cheese. برافو عليكم، اللي فاهم معايا يمشي واحدة واحدة. طب هنا بقول ذا دوج، الكلب. ذا دوج، ذا دوج ده غير عاقل، لو شلتها احط مكانه ايه؟ ات. اي نعم في بعض الكتب الاقي حد بيدلع الدوج بتاعه فيقول عليه هي، يعني هو معتبره بني ادم، لكن ذا دوج معنى ات، هو غير عاقل. بقول ذا دوج ايتس ميتس، الكلب بياكل لحمه. ذا دوج ايتس ميتس. طب يبقى ممكن اقولها ايه بدلها؟ ات ايتس ميتس، ات ايتس ميتس، يعني الكلب بياكل او هو بياكل لحمه. طيب بقول يو، قلنا يو هتاخد الفعل من غير اس، قلنا اي ويو وي وذي ياخدوا الفعل من غير اس. يو ايت ايجز، يو ايت ايجز، يعني انت بتاكل بيض، يو ايت ايجز. طيب we eat potatoes، احنا بناكل بطاطس، we eat potatoes، we eat potatoes.
احنا بناكل بطاطس برضو، الايت ما خدتش اس. شفتوا ازاي بعرف اكون جمل؟ they eat salad، salad يعني سلطة، they eat salad ان هما بياكلوا سلطة. اوكي اقول لكم الجمل تاني كده وتحاولوا تقروها ورايا عشان كمان نتعلم النطق بتاعها. يبقى دي امثلة على اي فعل عام زي فعل eat مثلا، ومع الضمائر، مع كل ضمائر، او حتى مع الاسماء. ما هو الاسماء ديت اقصد بيها الضمائر، يعني سهى كنت اقصد بيها شي، احمد كنت اقصد بيها هي، ذا دوج كنت اقصد بيها اقصد بيه ات. يبقى كده نقولها وتقول ورايا: I eat pasta، احمد eats beans، he eats beans، سهى eats cheese، she eats cheese، the dog eats meats، the dog eats meats، it eats meats، it eats meats، you eat eggs، you eat eggs، we eat potatoes، we eat potatoes، they eat salad، they eat salad. الجمل دي لو فهمناها كويس قوي خلاص، يبقى اي فعل هديهولك هتعرف تعمل عليه جمل. طيب هنقول كمان الفعل play، عفوا دي مش eat، دي play، الكلمة دي اسمها play، اللي هي قلنا play يعني يلعب او يعزف. وبرضو قلنا الفعل play اللي هو هنا مكتوب خطأ، عفوا play play، يا اما مع هيبقى play او plays. play مع I وكمان you وكمان we وكمان they، لكن مع he او she او it هتبقى plays. قلنا الضمائر he she it بتاخد مع الفعل اس مفرد غائب، وكمان مش هي بس، ده ممكن احمد اقول هي، ممكن تينا اقول مكانها شي، عفوا ممكن the cat اقول مكانها it. يبقى الضمير او حتى لو اسم مكان الضمير يبقى بياخد نفس الطريقة. اقرا معاكم: I play basketball، I play basketball، انا بلعب كرة السلة، احمد plays football، احمد plays football، he plays football. شفتوا زي هي تاخد plays، تينا plays the guitar. هنا بقى play الفعل بمعنى يعزف، ايه اللي عرفني؟ تينا plays the guitar، جيتار معروف اللي هو جيتار، الجيتار، يبقى تينا plays the guitar يعني تينا بتعزف على الجيتار، she plays the guitar، she plays the guitar، يبقى هي بتعزف على الجيتار. the cat plays with the string، القطة بتلعب بالخيط، string يعني خيط. في كلمة شبه اسمها strong يعني قوي بس مكان الاي او، لكن هنا دي كلمة تانية اسمها string، string يعني خيط. يبقى the cat القطة plays بتلعب، the cat اللي هي it بتلعب، خدت اس عشان هي it، with the string بتلعب بالخيط، it plays with the string، it plays with the string. طيب you play chess، انت بتلعب شطرنج، you play chess، ما خدتش اس، يو ما بتاخدش اس. we play together، احنا بنلعب مع بعض، we play together، together يعني معا، together، يبقى we play together احنا بنلعب مع بعض. طب اخر حاجة they play tennis، هما بيلعبوا تنس، they play tennis، هما برضو they الفعل اللي وراها ما ياخدش اس. يبقى بكده بعرف اكون جملة بالفعل play اللي هو معناه يعزف او يلعب، لو انا حافظ الفعل بمعناه احطه لوحده او احط معاه اس واحطه مع الضمائر كلها. ما دام حطيته مع الضمائر كلها اقدر احطه مع اي كلمه، اي كلمه في الدنيا ينفع اشيلها واحط مكانها ضمير. يعني احمد شلتها حطيت مكانها هي، تينا شلتها حطيت مكانها شي، ذكات حطيت مكانها ات. طب انا اقول لكم حاجات وتحطوا مكانها ضمير: علي نحط مكانه ايه؟ برافو هي. طيب لمياء نحط مكانها ايه؟ شي، فيري جود. طب لو قلت الناس احط مكانهم ايه؟ they،
هما برافو. طب لو قلت ده تلفزيون، التلفزيون احط مكانه ايه؟ ات، لانه غير عاقل. طب لو قلت العربية ذا كار، احط مكانها ايه؟ ات، غير عاقل. طب لو قلت انا واخواتي، احط مكانها ايه؟ وي، برافو، في حد شاطر قوي. انا واخواتي حط مكانها وي، لان احنا في اي كلمة في الدنيا ينفع احط مكانها ضمير، ما دام عرفت الضمير اعرف الفعل يبقى فيه اس ولا من غير اس. حد فاهم معايا؟ اشكركم، في ناس فاهمة، حد يعني انا شايف ناس بترفع ايديها، لكن كل حد فاهم، برافو عليك. في امل كبير قوي ان انت كده تتعلم انجليزي، تبقى قوي، تبقى قوية في اللغة الانجليزية. خليكم معانا ان شاء الله، هنوصل لاعلى مستويات اللغة، وباذن الله باذن الله نكون مع بعض لغاية الـ advanced levels of the English language، لغاية المستويات المتقدمة جدا في اللغة الإنجليزية. أقرأ معاكم الجمل ديت قبل ما نروح للفقرة التانية. I play basketball. أحمد plays football. He plays football. Tina plays the guitar. She plays the guitar. The cat plays with the string. It plays with the string. You play chess. We play together. They play tennis. أشكركم كل حد قال ورايا، وكل حد ما قالش يا ريت تتشجع وتتشجعي. أنا عارف ممكن بعض البنات تبقى خجولة، لكن من فضلك اقري ورايا. في أي تعليم إنجليش لازم تقرا، لازم تقول ورا اللي بيعلمك، لازم، لأن لو ما قلتش مش هعرف أتعلم لغة كويس. من فضلكم طبقوا اللي احنا بنقوله بالظبط كده، ويا ريت يا ريت كل حد فينا الكلام اللي بقوله لكم اعملوه ورايا، عشان لو انا ما اتحركتش وعرفت اقول كده انا بجرأ وبشجع نفسي على اني اتعلم اللغة. يلا نكمل مع بعض. عندنا حاجة حلوة قوي النهاردة، يعني تعتبر كده انا دي بداية الجرامر بتاع اللغة اللي احنا بنتكلم بيها. يعني احنا بنتكلم بلغة انجليزية، لازم اعرف قواعد اللغة الانجليزية عشان اعرف اكون الجملة زي ما هم الانجليز بيعملوها. فعشان كده الجملة او اللي احنا هناخده النهاردة، تتكون الجملة في اللغة الانجليزية كالآتي، مهم جدا 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 جدا. بصوا اعمل لي يعني صور الشاشة كده وانت على الموبايل، اعمل سكرين شوت كده وصور الشاشة عشان الصفحة دي مهمة جدا جدا. او لو انت على الكمبيوتر طلع موبايلك وصور الشاشة بالموبايل عشان تبقى ديت عندك على طول في الموبايل تحفظها. الجملة الإنجليزية بتبدأ من الشمال لليمين، مفهومة؟ الجملة الإنجليزية بتبدأ من الشمال لليمين، يعني أنا همشي من الشمال كده لغاية اليمين، أوكي؟ حلو أوي. لازم تبدأ الجملة تبدأ بفاعل. فاعل يعني إيه؟ يعني اللي بيعمل الحاجة، وبعديها فعل، وبعد كده مفعول. تاني انا همشي فاعل فعل مفعول، همشيها ازاي؟ فاعل فعل مفعول، فاعل فعل مفعول. طبعا دي مش ملهاش علاقه بارنبنا في منور انور، وارنب منور ارنب انور في منورنا، لا ده هي مش لخبطه، لا هي نحفظها كده، ممكن نحفظها كده مع بعض. فاعل فعل مفعول، حد حافظها؟ اقراها من الشمال، اوعى تقراها من اليمين، احنا بنكتب انجليزي من الشمال لليمين. فاعل فعل مفعول. اذا الجملة الإنجليزية لازم يبقى فيها فعل، لازم، قلناها قبل كده مفيش جملة إنجليزية من غير فعل، وفي الأول بيبقى فيه فعل، والفعل دوت يا إما هيبقى اسم يا إما هيبقى ضمير. يعني إيه اسم ويعني إيه ضمير؟ اسم يعني ممكن أقول مثلا أحمد زي اللي في الجملة اللي خدناها قبل كده، ضمير أشيل أحمد وأحط هي. يعني ممكن تلاقي حد بيكلمك في الإنجليزي تقرأ جملة يقول لك إيه؟ أحمد بلايز تنس، وممكن تقرأ جملة تانية هي بلايز تنس. إيه ده؟ يعني ممكن تلاقي في الجملة اسم أو ضمير. حد يقول لي طب أنا مش هلاقي أحمد، ممكن في يوم من الأيام ألاقي أكتب كده the birds، الطيور. طب ما ده اسم، الطيور دي مش اسم. ممكن حد بيتكلم عن إيه؟ الفراعنة فيروز. طب ما ده اسم برضه. طب حد ممكن يلاقي جملة بتتكلم عن summer، الصيف. طب ما summer برضه اسم. طب ما لقيتش كده أقول it he she، هلاقي ضمير من دوت I you we they هي شي ات، هلاقي ضمير من دول. يبقى الجمله في الفاعل لازم الاقي اسم يا ضمير، وناخد بالنا ان الاسم هو الضمير، لان الاسم لو شلته هحط مكانه ضمير، فانا بعرف اكمل باقي الجمله لو شلت الاسم
وحطيت الضمير اللي بداله اعرف الجمله بتبقى ازاي. يبقى الفاعل بتبقى اسم او ضمير، وكله لازم احوله لضمير عشان ايه، بقلم رصاص كده اقوم شاطبها واحول الاسم، يعني احمد اشطبه كده واكتب عليه ايه، هي. لو قلت لمياء اشطبها كده واحط مكانها شي، لازم احول اسم الضمير عشان اعرف اتعامل مع الفعل. طب الفعل بقى، قلنا الفعل في افعال خاصه خدناها زي الكينونه والامتلاك والاستطاعه، وفي افعال عامه اللي هي بتبقى الفعل بلاي او بلايز، ايت او ايتس، يعني يا دوب ليه شكلين بس، شكل من غير اس وشكل باس. لو قلنا فيزيت يبقى فيزيت وفيزيتس، لو قلنا مثلا ووتش يبقى ووتش ووتشز، يعني من غير اس وبالاس. لو قلنا فعل مثلا زي تيك ياخذ يبقى تيك وتيكس، يبقى الفعل هيبقى ليه شكلين عامة، شكل باس وشكل من غير اس. ده الفعل احطه باس ولا من غير اس حسب الضمير. طب حد يقول لي طب ما هنا كان في اسم، ما انا قلت لك حول اسم الضمير وحسب الضمير حط في الفعل اس او ما تحطش اس. لما عملت الفاعل والفعل ناقص لي بقى ايه، باقي الجملة. باقي الجملة دي يا اما بتبقى كلمة يا اما بتبقى شبه جملة، ودي هنشوفها في المستقبل ان شاء الله. يبقى كده فاعل، فعل، مفعول. احفظ معايا من النهاردة بداية حفظ القواعد. يلا بينا نشوف امثلة على الكلام دوت. هنا لو قلنا فاعل وفعل بس، اسماء بلايز، اسماء بلايز، مين الفاعل هنا؟ احنا بنمشي من الشمال لليمين، مين الفاعل؟ اسماء. اسماء بتعمل ايه بقى؟ بلايز، يبقى دي الفعل. طب حد، انا سايب مش هكمل مفعول هنا، يبقى اسماء بلايز ممكن نقول تنس، يبقى المفعول تنس. او ممكن اقول المفعول ان ذا كلاب، في النادي، ان ذا كلاب، يبقى اسماء بتلعب في النادي. يبقى المهم عندي فاعل وفعل، اسماء وبليز. الفاعل دوت قلنا يا اما اسم او ضمير، هنا جه اسم، مين يعرف يحوله لضمير؟ برافو. اسماء يعني شي، فشي ضمير من الثلاثه اللي بياخدوا اس، يبقى شي بليز. ممكن اقول تنس او ممكن اقول ان ذا جاردن، في الحديقه، ان ذا سكول، في المدرسه. ايه ده يعني المفعول ده ممكن يبقى شبه جمله، ان ذا سكول دي اسمها شبه جمله، يبقى كده اسماء بليز. طب يلا عايز كده ايه، تبقى في شويه اسئله، حد يقول لي جمله على الفعل بلاي او ايت. ايوه، واحد بيقول لي اي بلاي فوتبول، برافو. حد تاني الي ايتس، ايوه مع الي اللي هو اشيلها واحط مكانها هي، الي ايتس مكروني، حلو قوي، برافو عليكم. كده يبقى احنا كده عرفنا نكون الجملة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنلاقينا بنكتب جمل كتير قوي، ونظبط الدنيا بتاعت الجمل بتاعتنا إزاي، فاعل، فعل، مفعول. بس خدوا بالكم تملي، أنا ماشي فاعل، فعل، مفعول، فاعل، فعل، مفعول، ماشي كده. النهاردة هناخد شوية تولز كده، أدوات أو أجهزة، خليها انسترومنت يعني أجهزة، أجهزة عندنا في البيت، فممكن نكون عارفينها، كتابتها تبقى صعبة شوية لكن احنا عارفين الكلمة. احفظها بالانجليزي، ويا ريت السبيلنج الحروف بتاعتها تحفظها. انا متهيألي اللي بدأ معانا من اول الكورس كده وماشي حلقة حلقة وبيحفظ، بقى عنده اجندة حلوة قوي فيها كلمات انجليزي كتير قوي حافظهم، وعارف طريقة نطقهم، وعارف ازاي يتعامل معاهم. بكده انت كده هناخد قطع وهناخد كلام وهنقرأ وهنتعامل وهنتكلم مع اجانب، كل ده هنمشي فيه واحنا عارفين كلمات، فنقدر نتعامل معاها كويس قوي. اشجعك، انت كده قطعت شوط حلو قوي، وانت كده قطعت شوط حلو قوي في الكورس، ان انت لسه في كورس البيجينرز او المبتدئين، لكن بعد كده ان شاء الله هنقوم داخلين على كورس متميز، وبعدها نخش على كورس ادفانسد، وعاملين كمان هيبقى في كورس للجرامر. شوية بشوية هتلاقي اللغة ممارسة يومية، اللغة ممارسة يومية، لكن بعد كده هتلاقي نفسك عارف انجليزي، تشتغل في شركة باللغة دي، ممكن تبقى في بوزيشن كويس قوي، في وضع كويس قوي، ممكن كمان تتعامل مع اجانب، ممكن تسافر، ممكن تحقق احلامك، ممكن تخش على النت وتعملي حاجات، ممكن تذاكر لاولادك، ممكن تبقى تمسك كتاب ابنك او بنتك كده وتذاكر معاهم اللغه الانجليزيه، يبقى وفرنا كمان دروس او وفرنا حاجات ممكن تبقى لود علينا، لكن في كل الاحوال احنا مستفيدين. انا بكلم فئه ممكن تكون محتاجه اللغه جدا، كل حد محتاج اللغه، من فضلك ابذل مجهود، ابذل مجهود، لان دوت هيبقى ليه
واقع حلو قوي في حياتك، وبعد كده هيبقى بإذن الله مفيد جدا، وهيدخلك لقصة تانية في حياتك ممكن تبقى انت بتتمناها. يلا نكمل مع بعض، ناخد النهاردة الأجهزة المنزلية، منها تلفزيون يعني، فريدج يعني تلاجة، ديش ووشر طبعا قلنا الاس اتش بتنطق شين، اس اتش شين، ديش ووشر غسالة اطباق، مايكرويف، طبعا الحاجات احنا اوريدي بنقولها يعني في بيوتنا بالانجليزي، يعني مايكرويف احنا بنقول مايكرويف، طب ايرن مكواه، ايرن اسمها ايرن، هي الاو هنعتبرها كانها سايلنت فالكلمه اسمها ايرن. اوكي طيب، فان خدناها كتير قوي، فان يعني مروحه، فان مروحه، ستوف يعني بوتاجاز، ستوف، طب واشنج ماشين غساله هدوم اسمها واشنج ماشين، يبقى خدنا هنا ديش ووشر غسالة أطباق، لكن واشنج ماشين غسالة. طب في كلمة اسمها اير كونديشنر يعني تكييف، وفي كلمة احنا حافظينها كاتل يعني غلاية، أقولهم وتقروا ورايا، تلفزيون، فريدج، ديش ووشر، مايكرويف، ايرن، فان، ستوف، واشنج ماشين، اير كونديشنر، كاتل. ثانك يو، اشكركم. النهارده خدنا كذا حاجات مميزه، دخلنا في بدايه القواعد بجد، عشان كده اشجعك بالحلقات الجايه هتبقى الدنيا يعني اسرع، وهناخد حاجات اعلى، وهتبتدي تلاقي نفسك يعني طلعت درجه جديده على سلم تعلم اللغة الإنجليزية. أشكركم على حسن المتابعة. عندي أمنية إن كل حد نسمعها في كل حلقة، عندي أمنية اعملوا لنا شير على أوسع نطاق تقدروا تعملوه، في كل جروبس أنتم مشتركين فيها، في الفيسبوك، في التويتر، في كل ما تقدروا تنشرونا، حتى قولوا لأصحابكم على القناة وخليهم يتعلموا إنجليزي. لو أنت بدأت تتعلم كده، فيد صاحبك، فيد صاحبتك، فيد الناس اللي تعرفهم، شارك الأسرة كلها. القناة بتاعتنا منوعة، فيها دروس رياضة، إنجليزي، إحصاء، فيها كل حاجة، كليات تجارة، هندسة، معظم الكليات هتلاقونا بندي فيها دروس وتعليم كمبيوتر وتعليم لغات، ده كله موجود عندنا في القناة، بنفيد الأسرة كلها وكل أصحابنا، يعني أي حد هتقوله أكيد هيستفاد من حاجة من اللي بنقدمها، من حاجة من التعليم اللي إحنا بنقدمه في القناة. بس يعني من فضلكم ساعدونا في كده، اعملوا شير، احنا عايزين في وقت من الاوقات نبقى متفرغين تماما للقناة ونقدم كل ما عندنا واقصى كمان مما نملك، لكن دوت بمساعدتكم معانا وانتم بتعملوا شير لحلقاتنا. لو انت مش مشترك دوس على سبسكرايب او اشتراك اللي بتبقى موجودة على الشمال فوق، فهتبقى مشترك في القناة، كل اشعار كل فيديو هنزله يجيلك اشعار ان قناة ايهاب رومان نزلت فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، وخلونا دايما مع بعض. انا يعني مبسوط بكل حد معانا، مبسوط بتعليقاتكم ومكالماتكم التليفونيه، كل حد بيتابع معانا ده حد يعني انتو تاج على رؤوسنا. اشكركم جدا، والى اللقاء في الحلقه او في الدرس الاول من الوحده الثامنه من كورس الانجليزي للمبتدئين مهندس عادل رومان.